ولا يحتاج المتابع لسيرة صاحب الذكرى العطرة إلى كبير عناء ليكتشف في رسالته العالمية هذه الواشجة وهذه الرحمة المشتبكة بين خلق الله جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. وها هي مراجع السنة تروي لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. وإذن فهذه شهادات ثلاث: شهادة بالألوهية وبالنبوة وبالأخوة الإنسانية، وهي ذاتها شهادة على أن الإسلام إذا كان هو دين التوحيد الخالص فهو بالقدر نفسه دين الإنسانية كلها ودين المساواة بين الناس، ثم هو دين عصمة الدماء والأموال والأعراض، ودين مقاصد أخرى خلقية أوجزها نبي هذا الدين في خطبة تسمى خطبة حجة الوداع، التي خاطب فيها الإنسانية كلها من وراء حشد من المسلمين بلغ 100,000 وأكثر.